أجمل ما الله أعطاني في الدنيا وأمانيها ريان وفرح حيا وانت فرحة الدنيا قلبي فز وتهيا والبشرى يغنيها نذكر طاري العمان وأخوال ضقوا بالشان كل الفخر عنوان نفخر فيها قاويها والجدان أهل السود أم عطية بنت الجود أبو عطية المشهود أبو أحمد وأم أحمد جعل الجنة لهم مقع في نعيم مخلد بالفردوس عليها والله يحفظ التوأم من شر الحسد والهم وكل بالفرح ينعم بأيام وليالي.